خبر آخر أيضا في هذه الجولة مشاهدينا، التربية تقر بصعوبة مجانية التعليم. أقر وزير التربية والتعليم البروف محمد الأمين التوم بصعوبة تطبيق مجانية التعليم، لكنه قال إن الوزارة ستضع مسألة مجانية التعليم ضمن أهدافها، وأنها ستعمل على توفير مقعد لكل تلميذ وتوفير التعليم لكل من بلغ السادسة. وأضاف في منبر وكالة السودان للأنباء يوم السبت إنه يجب الاهتمام بكل المبادرات التي تصب في صالح العملية التعليمية بالبلاد سعيا لتطوير التعليم. وشدد السيد الوزير على إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية تستصحب التجارب العالمية وتأخذ في اعتبارها كل الفترات التعليمية السابقة. أنا تابعت المؤتمر الصحفي في وكالة السودان للأنباء، والحديث السيد الوزير بروفيسور محمد الأمين التوم تناول قضايا كثيرة جدا، ويعني إذا كان بدأ بصعوبة مجانية التعليم هذا أمر طبيعي جدا، لأنه الدولة حتى في فترة النظام السابق كانت بتعلن مجانية التعليم، لكن الواقع كان غير كده، لأنه مجالس الآباء مجالس المدارس التربوية كلها كانت بتفرض رسوم على الطلاب، والمسألة دي يعني أنت بتجد لهم عذر، لأنه المدرسة مرات بتلقى حتى الطباشير ما موجود فيها، بتلقى فاتورة المياه اللي بتدفع منه، فاتورة الكهرباء اللي بتدفع منه، المحليات اللي كانت يعني معول لها الإشراف على مدارس الأساس هي إمكانياتها ذاتها ضعيفة جدا. أنا أفتكر إن إحنا محتاجين فعلا لإعادة النظر في أنه كيف ممكن الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية هي تشوف ما يليها من مسألة الاحتياجات الأساسية بتاع تعليم الأساس. تعليم الأساس أصلا إجباري، يعني أنت في أي دولة لو ما أمنت تعليم الأساس أنت بتكون يعني مشيت في أمية المجتمع، ودي مسألة مرفوضة جدا. حديث الوزير أنه صحيح في صعوبة أنه التعليم يكون مجاني، لكن حق المساهمة تكون لمن يستطيع. يعني أنت الليلة بكون عندك قطاعات ضعيفة جدا في المجتمع، لا يمكن هي ما قادر حتى تمشي حال أبناء في المدارس، دي الحق ما يكون عليهم أي نوع من الرسوم مهما كانت يتبنى عنه المجتمع، تتبنى عنه الحكومة، أي جهة كانت. فدي أنا شايفها مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية، الوزير تعرض في مؤتمره الصحفي لمسألة المناهج. المناهج دي في حالة مراجعة مستمرة، وأنا أفتكر أنه نحن كآباء وكمعلمين برضو شاعرين بأنه والله المناهج دي أكثر من تحمل الأبناء التلاميذ الصغار، يعني كثيرة ذات كثيرة جدا، هي كثيرة من ناحية العدد وكثيرة من ناحية الكم، وبعدين صعبة جدا. أنت لو 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 شفت أي طفل هو شايل شنطته في ظهر الصباح بتستغرب كمية. أنا أفتكر خوف بعدين يجي مغدرون فيها الموضوع ده. صحيح، دي 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 من ناحية ال 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 الكمية. من ناحية الكيف برضه مهمة جدا، يعني حسب نكلم في أبنائنا على أيامنا لما نكون بندرس في الجغرافيا، أنت يعني بتعمل تطبيق الجغرافيا ده عمليا عن المواقع، بالتالي بترسخ في ذهنك أشياء كثيرة جدا. أنا شاعر بأنه التربية والتعليم محتاجة لعمل كبير جدا، ونتمنى إنه الناس تشتغل فيها يعني بهدوء شديد جدا وبعلمية شديدة جدا وبدون تجريم الآخر. لأنه برضو في كلام ورد أنا شايفه ما منطقي بتاع الشهادة الثانوية، وإنها كانت بتعلن وفيها غش كثير وفيها تدليس للأسر وكده. الكلام ده طبعا بيكون ضرره كبير جدا على سمعة الشهادة السودانية خارجيا. يعني أنت الليلة وزير لما تجرم كل الشهادة السودانية في السنوات السابقة، كأنما كل الذين تخرجوا في تلك الفترة الآن هم غير مؤهلين. صح. وأنا أفتكر ده خطورته بتكون كبيرة جدا على الوطن، وهو ذاته لو حاول يصلح بعد كده ما حيقدر يصلح. صح. فشايف إنه يعني الصلاة فيها السر والجهر. نعم. يعني فيها أشياء كده أنت تعالجها عبر التقارير، وتعالجها معالجة موضوعية بمؤسساتك الداخلية. صح. في أشياء محتاجة لمساعدة المجتمع، أعلن المجتمع خليه يساعدك. نعم. جميل جدا، إحنا وصلنا معك لختام هذه الفقرة التحليلية دكتور عبد الملك النعيم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا على هذه القراءة التحليلية. شكرا منى، وشكرا أحمد، وشكرا لكل الذين تابعونا. شكرا جزيلا لك. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم دائما زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق دوت نت.